علاقتي بمدينة تطوان هي علاقة قديمة، يعني مش أول مرة غنكون في تطوان. شاركت قبل في مجموعة من المهرجانات وجيت لها شحال من مرة، يعني أنا كتعجبني المدينة والناس ديالها، كيعجبني الجمهور ديالها أنه جمهور ذواق وجمهور طيب، ماشي جمهور صعيب. يعني أي حاجة كتغنيها ليه كيتجاوب معاها، وأي أغنية كتغنيها كيتجاوب معاها. فكنت فرحانة اليوم أنه نتلاقى بهم وسعيدة جدا أنه شاركت في مهرجان أصوات نسائية. اكيد اكيد كاين الحان مغربيه اللي غتنصف الصوت ديالي، ممكن مازال ما لقيتش لحن مغربي لحد الان اللي يقنعني كفنانه، لكن اكيد لانه الحوايج اللي داروا من قبل سواء لاله ناعمه سميح ولا لاله طيفه وسعد دادي بالخياط وعبد الله بالدكالي روائع، فاكيد غنلقى لحن مغربي اللي غينصف صوتي واللي غيبينوا للناس اكثر. المسيره الفنيه ديالي كلها تحديات لانه كما كتعرف في المغرب ما عندناش شركات انتاج، ما عندناش، فالفنان كلشي لا بلوبار ديال لي زارتيست ماروكا عنده كيديروا لوطو برودكسيون، فالمسيره ديالهم كلها تحديات. انا ما كنشوف الصراعات، كلشي داكشي فايت، ما شوف كلشي فايت، داكشي ما كاين والو، ما كاين حتى حاجه. انا ما متبعاش، باش نقول لك بصراحه ما متبعاش بزاف. انا اللي غنهضر لك على راسي، انا كنبغيهم كاملين والله يسهل على كلشي، وما ما كنشوفش انه ما عندناش الوقت للصراعات، ما كنشوفش الصراعات والله، ما كنشوف الصراعات. كنقول لهم شكرا على محبتكم وشكرا على كرمكم وشكرا على انكم كتفتحوا ذراعاتكم لاي فنان كيجي لعندكم، فكنقول لكم الله يخليكم على خير والله يخلينا على خير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.